مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. معكم المدرسة ولاء كاخية، مدرسة مادة حياة بالليسي للصف الاول. اليوم رح نبدأ بالوحدة الثانية، وان شاء الله ما بتملوا من الدرس، لانه رح نتعلم شغلات كتير مفيدة رح تفيدنا وشغلات كتير حلوة. نبلش. اكنجي يونيتي الوحدة الثانية، عفوا كنجي يونيتي الوحدة الثانية. ابي مزدهيات الحياة في بيتنا. هون شايفين في صور للشغلات اللي رح نتعلمها. عائلة ويلري أفراد العائلة. Arkadaşlar, ben bugün size ailemi tanıtacağım. في هون زميلنا عم بيقول إنه أنا اليوم رح أعرفكم على عائلتي أو على أهلي. هون عم يعرف عن أمه. نشوف. أنّم زهرة، أمي زهرة. كمرال و جولار يوزلو بير كادندر. كمرال يعني حنطية و جولار يوزلو يعني بتضل مبتسمة على طول. Annem doktordur. Ummi doktora. Spor yapmaktan hoşlanır. بتحب تلعب رياضة. هون عم بيعرف عن أبوه. Babam Ömer. أبي عمر. Kumral ve neşeli bir adamdır. حنطي و رجل كتير مرح. Fizik öğretmeni olan babam kitap okumaktan hoşlanır. بيقول أبوه مدرس مادة الفيزياء كمان بيحب قراءة الكتب. كتاب أوكمانتان هوشلانر يعني بيحب قراءة الكتب. أبلام زينب أختي الكبيرة زينب. 15 yaşındadır. عمره 15 سنة. لسيدة أوكيور عم تدرس بالمدرسة الإعدادية. موزيك دينلمك أونون إن بيوك زيركدر. كتير بتحب تتسمع الأغاني. Kız kardeşim Aslı, أختي الصغيرة Aslı. 1 yaşında عمره سنة ve çok sevimli, كتير بتنحب. Benimle oynamaktan çok hoşlanır, كتير بتحب تلعب معي. Babaannem Sultan, جدتي Sultan. Örgü örmekten ve yemek yapmaktan hoşlanır. بتحب شغل الصوف، أرجو أرمك. أرجو يعني صوف، أرجو أرمكتان شغل الصوف. وبتحب تطبخ كتير. بابا من أنسي. جدتي بتكون أم أبي. بيوك بابام علي. جدي علي. جدي الكبير علي. إشتي أمك لسدر. عامل متقاعد. bize tahtadan oyuncaklar yapar. بيعمل لنا ألعاب من الخشب. büyük babam babamın babasıdır. جدي الكبير هو بيكون أبوه لأبي. anneannem Ayşe. جدتي عائشة. emekli öğretmendir. هي مدرسة متقاعدة. كتاب أوكوماكتان çok hoşlanır. بتحب قراءة الكتب. أنانم أنمين أنسدر. جدتي بتكون أمها لأمي. أحمد ددام. جدي أحمد. أميك لأورتماندر. كمان هو مدرس متقاعد. gazete أوكوماكتان hoşlanır. gazete يعني جريدة. بحب قراءة الجرائد. ددام أنمين بابسدر. جدي بيكون أبو أمي. هنا أنا أني بابا وتوجوكلاردان أولوشان توبلولا آيلة دينير. الأسرة اللي تتكون من الأم، أني يعني أم، بابا يعني الأب، توجوكلاردان أولوشان. الأسرة اللي تتكون من الأم والأب والأولاد بيسموها عائلة. عائلة. anneanneler babaanneler dedeler يعني جد الجد الجد دده
Anneanneler hece de bitkun ummi babaanne bitkun abi. Halalar yani el-ammat, dayılar el-hval, amcalar el-am, teyzeler el-halat ve kuzenler kuzen yani evlad el-hal, evlad el-hali. Hadon nihkilhom kuzen. Bir araya gelmesiyle geniş aile olur. Hinnu etiştimu kil hadon yani العائلة اللي بتتكون من الأب والأم والجد والجدة والعم والعمة والخالة والخال هدون بنسميهم كينش آيلة العائلة الكبيرة. تمام يا حلوين، عنا هون آيلة حياتنا الأنمي الأسرة هي أهمية الحياة. Arkadaşlar aile toplum yaşamının temelidir. Ya asdika. Bi'ul el-usra hiye esas hayatil mujtama. Ailenin mutlu, huzurlu ve bir arada olabilmesi için gereken değerler vardır. Lehatta tkun el-usra mutlu yani saide, mutlu, huzurlu yani mirtaha. تكون العائلة كلياتها سوا في أمور لازم تصير. هلأ رح نحكي عنها. شوف هون، شوفي بالصورة، في هون جد، في هون أولاد، عائلة. عائلة bireyleri birbirlerini sever ve birbirlerinin haklarına saygı duyarlar. العائلة أفراد العائلة بيحبوا بعضهم birbirlerini sever yani بيحبوا بعضهم birbirlerinin haklarına saygı duyarlar وبيعطوا احترام لحقوق بعض. Ayrıca birbirlerini sık sık ziyaret ederler وكمان بيزوروا بعضهم كتير. Ailede zor durumda olan yardım edilir. بيكون شخص بالعيلة محتاج لمساعدة أو بيكون بموقف صعب فبيساعدوه. شفقات gösterirler بيفرجوا مودة أو حنية. عائلة bireyleri birbirlerine bağlıdır. أفراد العائلة كلياتها مرتبطة مع بعض. Bu nedenle ailelerde hatalar affedilir. لهالسبب الأخطاء اللي بتصير بين أفراد العائلة يسامحوا بعضهم عليها. كسلوك سودر الماز ما بيزعلوا من بعض، وإذا زعلوا ما بيضلوا زعلانين، بيسامحوا بعضهم. وزاكتا أولانلار ونطول ماز ما بينسوا اللي بيكونوا بعد إن من أفراد العائلة وبيكونوا بعد عنهم، مثلا بيكونوا مسافرين. سك سك أرانر بيتصلوا فيهم دائما ليطمنوا عليهم. Ailedeki işler aile bireyleri arasında iş bölümüyle yapılır. Şغل بيكون موجود بالعائلة مثلا أي شغل بيقسموهم بين أفراد العائلة وبيشتغلوا سوا. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. جميع أفراد العائلة كل واحد منهم عنده مثلا مسؤوليات بالعائلة. هدول المسؤوليات هو لازم يتحملهم. Aile üyeleri birbiriyle dayanışma içinde olur. وهيك أفراد العائلة كلهم بيكونوا متضامنين مع بعض وبيساعدوا بعضهم البعض. هلأ منشوف الصور اللي هون. أين الصورة بيمثل الشي الصح لازم يكون بين أفراد العائلة؟ شوف أول صورة هون الجد، في هون الحفيدة قاعدة مع جدة. شيفكات هو عم بيفرجي حنية للبنوتة هاي. شيفكات يعني حنية أو مودة. شوف هون الأم عم تعطي دواء للبنوتة تكون مرضانة. سايقو هون هي عم تحترم، هذا الشي صح. خطأ هون في سيفجي لازم يكون في حب.
هون شوف البنوتة هاي عم تبوس ايد جدتها. هون سيفجة، هون في حب، هون في صايقة، في احترام. انو صاحبي رأيكم هون؟ هون الصورة هاي صح؟ ان كلهم صح، بس هون في سيفجة، هون في صايقة، هون في احترام، هون في حب، هون في حنية او مودة. عنا هون يا حلوين ابي من يلي، موقع بيتي او مكان بيتي. رح نتعرف هون، هلا رح نعرف كيف نحفظ موقع البيت حتى ما نضيع بيتنا. هون في مدرسة عم تحكي للطلاب. çocuklar يا اطفال، bugünkü dersimizde evimizin yerini tarif etmeyi öğreneceğiz. اليوم رح نتعلم درسنا كيف نشرح عن موقع بيتنا. Öncelikle ben evimin yerini tarif edeyim. أول شيء أنا خليني أحكي لكم عن موقع بيتي. Benim evim, أنا بيتي, okulun karşı sokağındadır. Okulun karşı sokağındadır. موجود الشارع يلم أبي للمدرسة. Sağında çocuk parkı. على يمين البيت في مدينة ملاهي للأولاد. Solunda aile sağlığı merkezi vardır. Al yesar fi mustavsaf. Evimin olduğu apartmanın arka tarafında ise pazar yeri bulunur. Halfil beyt fi mekan fi saha bihuttu aleyhi pazar. Şimdi sıra sizde. Halla dorkum. شوف زميلتنا هون عم تعرف عن موقع بيتها او عم تشرح عن الموقع. عم تقول öğretmenim bizim evimiz okulunuzun arka sokağındadır. هي بيتها موجود الشارع اللي خلف المدرسة. Evimizin sağında على يمين بيتنا büyük bir market. على يمين البيت في ماركت كبير. Solunda ise 3 apartman vardır. على يسار المنزل. عم تقول في 3 بنايات. Evimizin karşısında مقابل البيت bir hayvan barınağı bulunuyor. مقابل البيت في مأوى للحيوانات. Hayvan barınağı يعني مأوى للحيوانات. وقت نشرح عن موقع البيت لازم نعرف شو في مقابل البيت، نعرف شو في خلف البيت او على يمين البيت يسار البيت، مثل ما شرحنا بالدروس اللي قبل عن موقع الصف. كمان حكينا شو في على يسار الصف وشو في على يمين الصف وشو في مقابل الصف حتى نعرف الموقع وما نخربط. هون زميلنا عم بيحكي لنا arkadaşlar evimizin yerini tarif ederken evimizin karşısında. يا أصدقاء نحن وقت نعرف عن موقع البيت أول شيء evimizin karşısında شو في مقابل البيت، شو في مقابل البيت، önünde قدام البيت، arkasında خلف البيت، sağında ve solunda على يمين وعلى يسار البيت، شو الشغلات الموجودة. evimizin yerini ev adresimizi söyleyerek de tam olarak belirtebiliriz. كمان فينا نحدد موقع البيت عن طريق، اسم الشارع او رقم الشارع كمان ورقم البيت. فينا نحدد موقع البيت. Ev adresinize ve büyüklerinize ait telefon numaralarına acil durumlarda ihtiyaç duyarız. كمان نحن ممكن نحتاج تليفون، رقم تليفون البابا او رقم تليفون الماما، مثل ما شايفين هون تانتم كارت. الاسم هون ادو علي، الاسم علي. سوي ادو سونماز، الكنية سونماز. ادريس يعني العنوان. جمهورية مهلسة انجا سوكاك. هون العنوان البيت، اسم الشارع
İnce sokak. Zümrüt apartmanı. İsmil binayı Zümrüt apartmanı. Apartman yani binayı. Kat, ikinci kat. Biltabi ettani. Daire, dört. Daire dört yani şaka raba. Huvayon, sakin bir Ankara. Yeni mahalle. Huvayon telefon numaraları. Anne, baba. Rakam telefon الأم ورقم تليفون الأب وهيك كمان فينا نوصل على موقع البيت من خلال نحط كرت معنا نحط اسمنا والكنية ونحط اسم الشارع ورقم الشارع ورقم البيت وكمان نحط رقم الماما أو البابا معنا على طول هيك بيكون درسنا خلص لليوم إلى اللقاء في الدرس القادم.